في شيخنا الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم، هذا حال مشايخنا، ربط بين الدنيا والآخرة والعلم والعمل، فحديث عن حسن الخلق يتبعه حديث عن الاستعداد لشهر رمضان، هذا حال أهل السنة، هذا حال أبناء ومشايخ هذه الدعوة. ومع كلمة شيخنا الشيخ ياسر برهاني فليتفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك الحرمين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. وبفضل الله سبحانه وتعالى لم يعد أمر الزواج عند الناس في مواسم معينة، فكثير من الناس قد يقول كيف يتم الزواج قبل رمضان بأيام، وكأن رمضان يمنع من هذه الطاعات. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يؤدي كل واحد واجب الوقت الذي هو فيه، ولا شك أن تعجيل الزواج ما أمكن هو أمر شرعي، وقد أمر الله عز وجل في كتابه بإنكاح كل أيم إذا تيسر ذلك، فقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأعداء الإسلام يقفون بالمرصاد ويحاولون المحاولات المستمرة لعرقلة أمر الزواج، مع أن النسبة في المجتمعات المسلمة ما زالت ضئيلة جدا بالنسبة إلى كثرة الشباب في سن الزواج من سن البلوغ إلى يعني سنوات طويلة. تذكر بعض الإحصائيات أن نسبة الزواج 4% من سن الزواج، يعني كل 1000 شاب وفتاة في سن الزواج من سن البلوغ فما فوق ذلك 4 منهم متزوجون، أو أظن 6 و 9 996 أو 994 غير متزوجين، وهذا خطر كبير بلا شك. ومع ذلك فهم يضعون العراقيل أكثر من أجل أن تقل نسبة العفة وتزداد نسبة الفاحشة، وهم يحسدون المؤمنين والمسلمين على ما حب الله به مجتمعاتهم من تعظيم العفة، وإن لم تكن كما نحب وكما شرع الله عز وجل، إلا أن العفة ما زالت معظمة والفاحشة ما زالت مستنكرة، وما زال الزنا تهمة وجريمة حتى ولو لم يكن جريمة في قوانينهم بكل الأنواع أو في بكل صوره المجرمة شرعا، إلا أنه في حس الناس جريمة بكل الاعتبارات. وهذا من فضل الله علينا أن القوانين لم تغير من حس الناس شيئا. فهم يضعون العراقيل لتأخير الزواج، حتى وضعوا قوانين مجددة تؤخر سن الزواج، وقد شرع الله سبحانه وتعالى بنص كتابه زواج من لم تحض بعد، من لم تبلغ، كما قال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فلها عدة إذن قد دخل بها زوجها. وطالما كانت المرأة مطيقة للجماع، حتى الفتاة مطيقة للجماع حتى ولو كانت دون بلوغ، جاز أن يبني بها زوجها. أما العقد فلا خلاف بين العلماء، بل نقل غير واحد الإجماع على أنه يزوج الأب ابنته الصغيرة ولو دون البلوغ، ولكن إن عجزت ولم تطق الجماع لم يمكن زوجها من ذلك حتى تطيقه. وأما السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين ودخل بها وبنى بها وهي بنت 9 سنين، والإجماع قد نقل على جواز تزويج الأبي ابنته الصغيرة، وهذا أمر كذلك يرغب الشباب فيه كلما كان قادرا على الباءة. فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب تشمل كل شاب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن كان قادرا على تحمل المسؤولية قادرا على أعباء النكاح فهو مأمور بهذا الأمر، ليس هناك سن محدد لذلك. فالتحديد بزعم أن هذا مطلق يقيده ولي الأمر، إنما يقيد ولي الأمر المطلق إذا كان الناس يتوسلون بهذا
الإطلاق إلى فعل محرم أو ترك واجب فيمنعهم الإمام من ذلك، وليس من حقه أن يحرم حلالا أو يحل حراما أو يغير شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما له أن يسد ذريعة المحرم بمنع الناس من بعض المباح الذي يتوسلون به إلى المحرم، وليس أنه لأنه رأى أن يقيد فله أن يقيد. التقييد لابد له من دليل، إذا أطلق الشرع فلا يجوز أن يقيد أحد شرع الله عز وجل بلا دليل أو بمجرد هواء. وليس كل أمر للإمام المسلم يجعل المباح واجبا أو كل نهي يجعل المباح محرما كما يظن البعض، إن من حقه أن يفعل ذلك، أو أن أمر الزوج زوجته بكل مباح يجعله واجبا في حقها، أو إذا نهاها عن أمر صار محرما، وإنما هو قيم على هذا البيت، إنما له أن يأمر وينهى بما شرع الله سبحانه وتعالى بما يحقق الحقوق والواجبات، وليس له أن يتعسف في استعمال هذا الحق. فلو أمرها مثلا أن تعطيه مالها وأن تهبه مالها، وهذا أمر مباح، هل يصبح واجبا عليها؟ باتفاقهم لا يلزمها ذلك. وكذلك لو أمرها أن تخدم غيره وغير أولادها، على خلاف بينهم في مسألة خدمة المرأة الزوج، هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ وإن قلنا بالوجوب على ظاهر الأدلة، إلا أنه ليس له أن يلزمها مثلا بخدمة غيره من أقاربه، ولا ينتقل الأمر هنا من الإباحة أو حتى من الاستحباب إلى الوجوب. وكذلك إذا نهاها مثلا عن بر والديها لا يجوز له ذلك، وإن كان لا يجوز أن تخرج من البيت لبرهما إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليها ذلك. وكذلك لا تأذن في بيته إلا بإذنه. ولا بد أن نعلم أن حدود الأوامر إنما تكون في تنظيم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، في تحقيق ما أمر الله عز وجل به. نريد أن تنظم الأمور حتى يوفق الناس للطاعة، لا أن يبعدوا عنها. فمن جعل تقييدا لما أطلقه الشرع من أجل أن يبعد الناس عن طاعة الله عز وجل فهو محاد لشرع الله، فضلا أن يكون ذلك رغبة في نصرة الأعداء وتحقيق أغراضهم في عرقلة ما أمر الله عز وجل به من الطاعة. فلا شك أننا نفرح بما ييسر الله عز وجل به من كثرة أفراح الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لمن لم يتزوج ذلك. ونؤكد أن هذا الأمر غص في حلوق الأعداء، ينبغي أن نبادر بكثرته وزيادته، بالتيسير في أمر الزواج، وعدم وضع العراقيل الاجتماعية والتقاليد البالية التي تشترط اشتراطات سخيفة ما أنزل الله بها من سلطان، وكأنها أصبحت واجبات حتمية لا يمكن أن يستغني عنها بيت، من كماليات وتحسينات لا تبلغ درجة الحاجات ولا وبالأولى لا تبلغ الضرورات، ومع ذلك لا يستطيع الناس الفكاك منها. فنريد أن يتيسر الأمر أكثر مما هو فيه، خصوصا مع كثرة الفتن وكثرة الفواحش وكثرة المنكرات وشيوع العري والتبرج والفساد، يعني كمن يقرب النار من البنزين ويطلب عدم الاشتعال. فالحياة في مثل مجتمع فاسد متحلل مع التزام بالشرع كالقبض على الجنب. لذلك نريد فتح باب للخير بتيسير أمر الزواج، ونصيحة لكل أب أن يعين ابنه على أمر الزواج إذا تيسر له ذلك، وكل أب لفتاة مسلمة أن يعين من يتقدم بتيسير أمر الزواج وعدم وضع العراقيل والرضا باليسير، وأكثر النكاح بركة أيسره مؤونة. ونسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما أن يجمع بينهما في خير. جزاكم الله، بارك الله في شيخنا. ولا يزال أمامنا زبدة الحفل بإشهار العقد، إن شاء الله تؤجل إلى ما بعد إقامة الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بلا شك أننا أيضا في
في هذا المسجد لنا اليوم دور خاص في الشهادة على العقد، فالجميع يشتركون في إشهار هذا العقد، وإن كان طبعا الذي وثق شهادتهم شهدا فقط، ولكن الحاضرون يسمعون من العروس ومن العريس ومن أبو العروس ومن أبو العريس، ويسمعون أنه أن والد العروس زوجها وسلمها لهذا الرجل أو لهذا الشاب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا وسلمها أيضا على كلمة التوحيد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، كلمة الله التي تنطقها وتشهد بها لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، هي الكلمة التي استحققت بها أن تكون زوجا لهذه الفتاة أو لهذه المرأة، فلتتقي الله عز وجل ولتعرف قيمة هذه الكلمة، كلمة التوحيد، ولتعمل بمقتضاها في زواجك. فيذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما استحللت فرجها بمقتضى إيمانك بهذه الكلمة وعملك بهذه الكلمة. معنا اليوم أيضا الشيخ المهندس عبد المنعم الشحاب، جاء مهنئا فله الكلمة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهني العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وإن كان من كلمة بعد الكلمات الطيبات من شيخنا الأفاضل، فأنا أنسج على منوالهم فيما ذكروا من أهمية الزواج وأهمية التوكل على الله عز وجل في تحصيله، وأهمية إزالة المعوقات أمامه لا وضع المعوقات أمامه، وذلك لأن الزواج من شرع الله تبارك وتعالى، وما جعله الله عز وجل مطلوبا ينبغي على العباد أن يجعلوه مطلوبا، وما جعله الله عز وجل ممنوعا فينبغي على العباد أن يجعلوه ممنوعا. ومجرد وضع عراقيل أمام شيء مما طلبه الشرع ومحادة بشرع الله تبارك وتعالى، وإن توهم متوهم أنه ذلك يحقق مصلحة ما، فعليه أن يعرض الأمر على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة قصة لطيفة تبين مدى حرص الشرع على إتمام الزواج ومدى المبالغة في الزجر عن وضع المعوقات أمامه، حتى وإن كانت هذه المعوقات تبدو أمام صاحبها في غاية المنطقية. هذه في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه مع أخته. يقول رضي الله عنه: كانت لي أخت وكان يخطبها الناس إلي فأمنعها منهم، فخطبها ابن عم لها فزوجتها إياه، وبقيت معه ما شاء الله أن تبقى، ثم طلقها، ثم انتظر حتى انقضت عدتها، ثم انتظر حتى خطبها الناس إليه، فجاء يخطبها مع الخطاب، فقلت له: أكرمتك منعتها الناس وأعطيتها إياك، وأكرمتك وأفرشتك ثم طلقتها، ثم انتظرت تركتها وأنت مالك لها، وانتظرت حتى إذا انقضت عدتها فجئت تخطبها مع الخطاب، والله لا أعطيها إياك أبدا، وكانت المرأة تريده وهو يريدها، فعلم الله حالها، فأنذر الله عز وجل في ذلك: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ علي هذه الآية، فقلت آمنت بالله أزوجها إياه وأكفر عن يميني. فدعوته فقلت له بل أزوجك وأكرمك. هذه قصة يرويها صاحبها معقل بن يسار رضي الله عنه فيما كان من شأنه، وهي كما هو واضح من سياقها قصة تبدو في نظر الكثيرين منطقيا، حيث أنه اختار هذا الرجل أولا لقرابته منه، ولأنه كان حريصا كما هو حال الولاية حيث وضعها الله عز وجل. حينما وضع ولاية لبشر على بشر فإنما هي ولاية نظر في المصلحة، وليس ولاية تسلط ولا تأله ولا تشريع غير تشريع الله تبارك وتعالى. تستوي في ذلك الولاية العامة والولايات الخاصة، من ولاية الزوج على زوجته والرجل على أبنائه إلى غير ذلك. إنما جعل الله عز وجل الولي حيث وضعه لأنه هناك أمور تحتاج إلى ضبط وإلى نظر لا يستقيم معها أن ينظرها أحد الناس. وفيما يتعلق بالزواج يحتاج الأمر إلى نظر في حال الخاطب، والمرأة غالبا إن كانت تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى لا تشهد مجالس الرجال ولا تعرف أحوالهم ولا تسبر أخبارهم، فضلا عما يغلب عليها من العاطفة. ولذا اشترط الشرع فوق رضا المرأة رضا الولي، ولا بد من رضا الاثنين معا، وإن كان الولي هو الذي بيده عقدة النكاح. وهذه القصة من أوضح الأدلة وعلى مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لأنه هنا لما عضل الولي أخته نزل الشرع بأمره أن يعدل هو عن هذا الإعضال، ولو لم يكن له دخل ولو لم يكن الأمر بيده لما ملك عضلها ابتداء، ولما خطبه الشرع ثانيا بأن يعدل هو عن هذا الإعضال. الحاصل أن الشرع جعل الولي في الزواج وفي غيره لكي يحقق مصلحة من جعله الله عز وجل وليا عليه، والمصلحة في شرع الله تبارك وتعالى، وإنما المنوط به أن يطبق هذا الشرع على الواقع. فإذا قيل لولي المرأة أنه وليها في الزواج فالشرع يطالبه بأن يطبق المعايير الشرعية على من جاء يخطب وليته، وفي ذات الوقت أن يراعي رغبتها، فليس له سلطة خارج هذه السلطة التي أعطاها الله إياه. وكان في أول الأمر مستعملا لهذه السلطة في محلها، اختار لها أفضل من أتى لها وأعطاها إياه. وكان ما كان مما يكون من عمل الشيطان بين الرجل وامرأته، ويبدو أن الأمر كان قد تملك من هذا الرجل تملكا إلى الدرجة التي معها طلق، ومعها انتظر حتى انقضت العدة، وكان يمكن أن يراجعها في عدتها دون حاجة إلى أن يعقد الأمر مع وليها. ولكنه يبدو أن الأمر قد تملك منه تملكا شديدا، ثم إنه ندم على ذلك وهرع إلى خطبتها قبل أن يخطبها الآخرون، وكان بالفعل هناك من يخطبها. غلب على معقل رضي الله عنه في ذلك العقلية التي تغلب على الرجل غالبا حينما يجد أن هذا الذي ائتمنه على أخته لم يصنها فيما يرى، ولم يقدر أنه قد اختصه بها دون غيره. وهذه نظرة قد تبدو بادئ الأمر نظرة لها قدر من الوجاهة، وليست كنظرة التسلط المطلق الذي قد يتسلطه البعض، ولكنها كما في الآية التي نزلت علاجا لهذه القضية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن البشر يغيب عن حساباته أمور قد لا يدرك أنها أولى مما استحضرها في ذهنه. هذا الذي كان لو لم يكن هذا الذي كان بين تلك المرأة وبين الذي كان زوجها
إن كان أمر لا يضر في الدين مهما بلغ أنه بلغ الغضب منهما ما بلغ وبلغ الفساد بينهما ما بلغ، ولكن ما زالت هي تهواه وهو يهواها، وهذا لم يأتي من معصية وإنما جاء في طاعة، وما زال أمامهما سبيل إلى استدراك ذلك مرة ثانية. ولذلك أجمل الله عز وجل هذا الشرط في كلمة واحدة: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا كان الذي بينهما ثم تراضوا عليه بعد ذلك لا يمس الدين أيا ما يكن من خلل أو من خطأ أو من نكران لجميل أو من غير ذلك، فكل ذلك يحتمل للغفران طالما أن هناك رغبة من الطرفين. لماذا؟ لأن ذلك أزكى وأطهر، ولأن الله تبارك وتعالى يريد من مجتمع المسلمين أن يكون مجتمعا محافظا على الطهارة والعفة، والله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. فلما ركب في الإنسان الشهوة وركب في الرجل الميل إلى المرأة وركب في المرأة الميل إلى الرجل، كان ولا بد أن يوجد مساغا مباحا بتفريغ هذه الشهوة، وقد جعله الله عز وجل في الزواج. وبالتالي وإن كان قد جعل ولي المرأة بيده عقدة النكاح، إلا أنه خاطبه بأن لا يعوقه عن أمر إتمام زواج موليته ممن تريد إلا إن كان الأمر فيه ما يخالف المعروف. أنزل الله تبارك تعالى هذه الآية في هذه القصة مع أن أخت معقل رضي الله عنها لم ترفع شكواها إلى أحد، وإنما علم ربها عز وجل وهو أعلم بما في صدور العالمين، علم شكواها وأراد أن يعلم الأمة وأن يشرع لها. وهذا الأمر غالبا ما يكون شقا على الولي الذي يخاطب هاهنا، ومع أن في يده سلطة ظاهرية أن هذه السلطة ليست كما يظن، بل ينبغي أن يوظفها في مصلحة موليته، وإن كان في هذا قدر من التنازل عن حقه هو وعن كرامته هو وعن رؤيته هو. لذا غلظ الله عز وجل هذا الأمر وأكده بأنواع من المؤكدات. أولا بتذكير هذا الولي بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بالله ربا والإيمان به إلها مشرعا، لا حكم إلا حكمه سبحانه وتعالى، وأنه وإن كان وليا على أخته فليس له إلا أن يطبق عليها شرع الله، وهذا حق أعطاه الله إياها، فلا بد وأن يسعى هو في القيام بذلك الحق. ثم ذكره بالإيمان باليوم الآخر، وهذا أيضا أنه سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا التصرف. ثم هذه درجة من درجات التي يخاطب بها المؤمنون عندما يطالبون بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. لماذا ينبغي عليهم أن يحكموا شرع الله عز وجل وإن كان شاقا في بعض المواطن؟ عليهم أن يفعلوا ذلك لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم أمر آخر في هذه القضية وفي غيرها، أنهم يعلمون يقينا بحكم إيمانهم بالله تبارك وتعالى أن شرع الله تبارك وتعالى خير كله، وإن بدا لهم في بعض المواطن غير ذلك. ولذا ذكر الله عز وجل في هذا الموطن على وجه الخصوص أنها هنا نكتة، وأن هذا التسامح الذي ألزم الشرع به الولي أن يتسامح في أمر مضى وانقضى وحصل تراض عليه طالما لم يكن فيه معصية، لأن هذا أزكى وأطهر لموليته التي ولاه الله عليها، وأزكى وأطهر للأمة ككل. ثم ذكر الله عز وجل أيضا بذلك بأن الله عز وجل عليم خبير، وأن على العباد أن يسلموا لعلم الله تبارك وتعالى ولشرعه. نعم الناس يعلمون، الله تبارك وتعالى يقول هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولكن ما من أين يأتي علم البشر؟ يأتي علم البشر من رافدين، أحدهما الوحي والآخر التجربة. وأما التجربة فلم يأذن الله تبارك وتعالى للبشر أن يجرب بعضهم في بعض،
قد يجربون في الزراعة في الصناعة في غيرها، وأما في الإنسان من حيث كونه إنسانا فهو مخلوق مكرم لا يصلح أن يكون حقل تجارب. يشرعون له طارة أن يكون أساس المجتمع الأسرة، ثم طارة أخرى يشرعون له شيوع الجنس، ثم طارة ثالثة يشرعون أسرة على هيئة كذا، ثم طارة ثالثة يشرعون كذا. هذا من تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان أنه لم يجعله حقل تجربة لغيره، وإنما أنزل الله عز وجل التشريعات التفصيلية في هذا الجانب. بارك الله فيك. فذكر الله تبارك وتعالى العباد أنه عز وجل يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما ذكرنا علم البشر إما أن يكون بالوحي من الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون بالتجربة. ولم يأذن الله تبارك وتعالى للبشر أن يجعلوا أنفسهم، أو أن يكون بعضهم جاعلا للبعض الآخر ميدانا لكي يجرب فيه آراءه وتشريعاته، وإنما أنزل الله تبارك وتعالى كل ما يخص الإنسان من حيث كونه إنسان تشريعا كاملا دقيقا، لم يأذن للعباد فيه إلا بأن يتولوا تطبيقه. فمن كان وليا على غيره في أمر من الأمور فليس أمامه إلا أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على معقل رضي الله عنه، رغم موقفه الذي كان قد اتخذه من الحلف على أنه لا يزوجها لابن عمها مرة ثانية أبدا، ورغم مبررات التي تبدو كما ذكرنا بادي الرأي منطقية، ولكن لما خوطب بالإيمان وأنه إن كان مؤمنا فعليه أن يطبق ما أمره الله تبارك وتعالى به، قال آمنت بالله أزوجها إياه وأكفر عن يمين. هذه كانت حال هؤلاء الصالحين. ثم دعا وقال له بل أزوجك وأكرمك، فهذا لأنه استجاب لأمر الله عز وجل ولنداء الله تبارك وتعالى. خلاصة الأمر أننا نستفيد من هذه القصة أنه من كان وليا على غيره ولاية عامة أو خاصة فإنما تكون ولايته محصورة في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى على الوقائع التي أمامه، لا ينبغي له أن يتعداها إلى غيره. والأمر الآخر أنه متى تجاوز ذلك فإن أمره يكون معرضا للإلغاء، كما هو الحال في الولي إذا عضل موليته، فيكون الأمر معرضا للإلغاء على ما يحقق المصلحة ولا يستجلب المسألة، ولكنه لا يكون له اعتبار طالما كان خارجا عن شرع الله تبارك وتعالى. ويستفاد تلك الفائدة العامة من هذه السمة العامة من سمات التشريع، وهذا المقصد الأساسي من مقاصده في تيسير الزواج وإشاعته. ومن ثم فعلاج ما يمكن أن نجد من وضع عراقيل أمام إتمام الزواج، أن نعرف ما هو واجبا بأصل الشرع، وأن نعلم ما يمكن أن يراعى وما يحسن أو يجمل أو حتى يجب أن يراعى لأنه متمم لهذا المقصود الشرعي، وأن نعرف ما يعوق هذا المقصود الشرعي فلا يعتبر. فأما الزواج من الناحية الشرعية فإنما يشترط فيه رضا الزوجين ورضا الولي، وأن يكون هناك شاهدي عدل، ويشترى ويجب بعد ذلك الإسهار عند البناء حتى يعلم النكاح من السفاح. فمتى استجمع النكاح هذه الشروط صار زواجا شرعيا. وقد استحسن علماء المسلمين في هذا الزمان
أن يلزم الناس بتوثيقه حفظا للحقوق، وهذا ليس من الزواج وليست من شروطه، ولكنه من الأمور التي دعت إليها الحاجة طالما كانت مكملة ومتممة للمصلحة الشرعية التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى الزواج. متى علم الناس حدود الله تبارك وتعالى وعلموا فالتزموا بها، وعلموا ما يكملها ويتممها فالتزموا به أيضا، كان في هذا الخير والسعادة للأمة. وما رأوا شيئا مناقضا لشرع الله تبارك وتعالى أو معوقا لشيء شرع الله تبارك وتعالى، فحينئذ هذا الأمر يكون لاغي الاعتبار، لا مجال لاعتباره لمخالفة ما شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر على شباب المسلمين أمر زواجهم وأمر إتمام دينهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. السلام عليكم. الشيخ عبد المنعم، وجعل الله عز وجل هذا علما نافعا مفيدا لشبابنا، خاصة أن الكلمة تضمنت عددا من الإشارات يجدر بإخواننا أن يعني يحرصوا على سماعها مجددا، لأنها بالفعل كلمة تضمنت أصولا ينبغي على كل شاب مسلم وكل ولي أمر في ولاية عامة أو خاصة أن يقف على هذه المعالم. يشرف الحفل، ولا أقول يعني تكتمل سعادة الحاضرين في الحفل بحضور شيخنا الشيخ أحمد شحادة، فقد جاء مشكورا وسيقوم إن شاء الله بإشهار العقد، ثم يعني يحدثنا بكلمة وينصح عريس الحفل بنصيحة، فتقبل الله منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فبارك الله للعروسين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودا. وهذا حين الشروع في إشهار عقد زواج أخينا محمد ابن أحمد مصطفى على ابنة أخينا الدكتور فاروق شحاتة، واسمها خديجة بنت فاروق شحاتة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق بينهما لكل خير، وأن يصب عليهما الخير صبا. وهذا حين الشروع في هذا العقد، وقد تم شرعا بين وكيل الزوجة دكتور فاروق شحاتة وبين الزوج بنفسه، ولا أقول وكيلا عن نفسه بل بنفسه، فمستغنيا بنفسه عن وكالة غيره، يعني تم العقد بالنفس. اسم الزوج أخونا محمد ابن أحمد مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور فاروق، يعني هو طبعا جرت العادة على التعاقد باليد على أنه قد سبق هذا، إنما يتوجه أخونا الدكتور فاروق شحاتة إلى صهره الأستاذ محمد ابن أحمد مصطفى، ويقول متوكلا على الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإني توكلت على الله تعالى. فإني توكلت على الله تعالى. وزوجتك. وزوجتك. موكلتي وموليتي. موكلتي وموليتي. خديجة. 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 بنت فاروق شحاتة. بنت فاروق شحاتة. زوجا. زوجة. لنفسك. لنفسك. على الصداق.
على الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحاضرون جميعا يشهدون على ذلك والله خير الشاهدين. أخونا محمد أحمد الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. فإني توكلت على الله تعالى. وقبلت منك. زواج ابنتك. وموكلتك خديجة بنت فاروق شحاتة زوجا لنفسي أنا محمد ابن أحمد مصطفى على الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحاضرون جميعا يشهدون على ذلك والله خير الشاهدين وهديتما وبارك الله لكما وجمع بينكما على خير. أقول قولي هذا، استعين بالله تبارك وتعالى، ونسأل الله توفيقا لشبابنا وفتياتنا لما يحب ربنا تبارك وتعالى. فليس شيء أحب إلى ربنا تبارك وتعالى بعد تقوى الله من حسن الخلق. وأعظم أركان حسن الخلق الذي لا يتم ولا يكتمل إلا به العفة التي رضيها ربنا تبارك وتعالى لأحبابه وأنبيائه ورسله وصديقيه والصالحين من عباده. روينا في مسند إمام الأئمة أبي عبد الرحمن أبي صالح أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال أبو عبد الرحمن: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حريز يعني ابن عثمان الرحبي عن سليم بن عامر يعني الكلاع الحمصي الشامي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله سلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فهم به أصحابه رضي الله عنه فزجروه قالوا: مه. فقال: يعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم دعوه ادن يا فتى. فدنا حتى كان منه قريبا، فقال: يعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فدك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ فكأني برسول الله صور لهذا الشاب الحال كهل وقد تزوج وأنجب، وليس الشاب بذات بنت، ملوش بنت، لكن مع ذلك أتصور أن النبي يقول: لو كان لك ابنة، لو تزوجت وصرت مصبيا، لك صبية، لك بنات. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. وانظر كيف قدم الابنة على الأخت، على أن كلاهما ذات نسب، إلا أن الأولى يتدلى بالنسب بنفسه والثانية يتدلى بالنسب عن طريق أبيه، لكن تقدم الابنة على الأخت. أفتحبه لابنتك؟ ثم يقول: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال:
وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم قال ابن: يا فتى. فدنا الفتى حتى كان قريبا، فوضع يده على صدره فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال أبو أمامة، يعني صبي بن عجلان الباجلي رضي الله عنه: فما رؤي الفتى بعد ينظر. قال أبو عبد الله أبو صالح: حدثناه أبو المغيرة، يعني عبد القدوس ابن الحجاج الشامي، قال: حدثنا حريز، يعني الرحبي، عن سليم بن عامر، يعني الكلاعي، عن أبي أمامة الباجلي بنحوه. وبمثل هذا الإسناد أذكر ما رويناه في معجم الطبراني، أبي القاسم الطبراني المعجم الكبير، قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن جابر حاء، وحدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد المقرئ، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبيه، يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي يحيى سليم بن عامر الكلاعي، عن أبي أمامة الباجلي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت فانطلق بي إلى جبل وعر، فقيل لي: اصعد. قلت: إني لست أستطيع الصعود. قال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: أصوات جهنم والعياذ بالله. قال: يعني كأنه الملك الذي أتى فانطلق به. قلت: ما هذه؟ قال: هذه أصوات جهنم. قال: فانطلق بي حتى مررت على أناس، مررت بأناس أشد الخلق انتفاخا بأناس أشد الخلق انتفاخا، وأنتنه ريحا وأقذره منظرا. أشد الناس انتفاخ وأنتنه ريح كأنها ريح المراحيض. يقول: ريح كأنها ريح المراحيض. قلت: ما هذا؟ قال: هؤلاء الزواني والزناة. ثم قيل لي: انطلق. فانطلقت فمررت بنساء معلقات من سديهن، مررت بنساء معلقات من سديهن مشققة أشداقهن. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء النساء اللاتي لا يلقمن أولادهن سديهن، ألبانهن من سديهن. قال: ثم قيل لي انطلق. فانطلقت على أناس ملقون على ظهورهم أشداقهم مشققة يسيل من أفواههم دم. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين، يعني الملك، قال: هؤلاء الذين يفطرون نهارا في نهار رمضان، يفطرون نهارا في نهار رمضان. ثم قيل لي: انطلق. فانطلقت فمررت على ثلاث
شبه الفتيان يشربون خمرا لهم كأنها خمر الجنة. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. ثم قيل لي انطلق، فانطلقت فمررت على ثلاث من الرسل، عيسى وموسى ويحيى، ثم ذكر الخبر. والمقصود ذكر الزواني والزنا وما يفعل بهم لمخالفتهم أمر ربنا تبارك وتعالى باجتناب الزنا ووجوب الاستحياء. ثلاث: إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، صدق حديث، حفظ أمانة، عفة. ثلاثة دول لو كانوا في إنسان فلا عليه ما فاتك من الدنيا. وأول ثلاث يسأل عنها العبد بعد شهادة أن لا إله إلا الله يوم القيامة، هذه الثلاث: صدق الحديث وحفظ الأمانات والعفة. ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. روينا من حديث مالك وهو في الموطأ، وأخرجه إمام الأئمة أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين ومسلم بن الحجاج. قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيس المصري. وقال أبو الحسين ومسلم بن الحجاج: حدثنا كتيبة بن سعيد فيما قرئ على مالك، ثم اتفق عن ابن شهاب يعني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى نفر من الناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فأعطاهم، ثم أتوه فسألوه فأعطاهم، ثم أتوه فسألوه فأعطاهم. فقال في الثالثة: إنه مهما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر، إلا ربنا يلهمه الصبر في الدنيا فهو من أهل الجنة. إحنا القضية بيننا وبين الآخرة الصبر بس، اللي مش هيصبر ملوش نصيب في الجنة. القضية الفصلة بين الدنيا والآخرة الصبر بس. وإنما يوفى الصابرون أجرهم، ما أعطي أحد عطاء أوسع له من الصبر. ما أعطي أحد، لا تنقضي نهمات ابن آدم، نهمات ابن آدم لا تنتهي، كلما انفتحت له نغمة أتتها الأخرى حتى تشرب به على هلاك الفطرة. وإذا هلكت وضاعت فطرة ابن آدم هلكت نفسه، هلكت نفسه وخسر، فليس إلا الصبر. لذلك وقع التنبيه على الصبر. قال: ومن بنتعلم العفة. العفة ما تتعلمش ليه؟ نتعلم العفة، من السهل جدا أن الإنسان يتعلم العفة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة، رويناه من حديث عبادة. قال أبو عبد الله أبو صالح أبو عبد الرحمن أحمد بن حنبل: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو يعني مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن المطلب بن حنطب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. كذا رواه من حديث إسماعيل بن جعفر وهو به أشهر، حديث من طريق إسماعيل بن جعفر أشهر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبادة بن الصامت، وهو حديث حسن إلا أنه منقطع، فإن المطلب بن عبد الله بن حنطب لا سماع له لأحد من الصحابة.
وهو ثقة كثير الحديث كثير المراسيل يرسل عن الصحابة، إلا أن للحديث شواهد، منها من حديث المصريين من طريق سنان بن سعد أو سعد بن سنان الكندي عن أنس بن مالك قال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا الليث بن سعد يعني الفهم المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد كذا في رواية الليث بن سعد سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة، تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. إذا حدث أحدكم فليصدق، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا تمن فليؤد، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. كذا من حديث الليث بن سعد المصري طريق المصريين، ليث بن سعد المصري، لكن الليث يقول سنان، محمد بن إسحاق يقول سعد بن سنان وهو أصح، سعد بن سنان يعني الكندي المصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والمقصود صحة الخبر، من تكفل بست تكفل له رسول الله بالجنة. فما الست الذي عليها مدار سعادة الخلق؟ النهاردة الأمر الحاصل هو ضياع الستة دي، يعني الأمر الحاصل في دنيا الناس وفوات كثير من ثمرات السعادة في الدنيا ضياع هذه الست. اصدقوا إذا حدثتم، أدوا إذا أؤتمنتم. النهاردة ضياع الأمانة، الكذب، هي دي الأمور الحاصلة. لماذا؟ لعدم قيام الوازع، عدم قيام الوازع ثبوت الفطرة الحقيقية الذي تدعو إلى الأخذ بهذه المعاقد الستة، معاقد حسن الخلق. الإنسان مننا مش هيدخل الجنة إلا بحسن الخلق، لابد من حسن. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال أكثر ما يدخل الناس الجنة بعد تقوى الله حسن الخلق، أكثر حاجة تدخل الناس الجنة. ناس بتختلف مراتبهم في الآخرة على حسن الخلق، على مراتبهم في الآخرة، على مراتبهم في الدنيا فين؟ في حسن الخلق. بل أداء العبادات أصلها يأتي من جهة التمسك بحسن الخلق. فصدق الحديث مع الناس مسبوق بصدق الحديث مع مين؟ مع الله. ما هو أنت مش ممكن تصدق مع الناس إلا إذا كنت صادق مع مين؟ مع الله. ويندر أن يكون أحد صادقا مع الناس، بعض الناس يقول لك الرجل ده كويس وكويس أو بس ما بيصليش لأنه صادق مع الناس. يعني إيه صادق مع الناس؟ يعني لا يكون صادقا مع الناس حتى يكون مسبوقا بالصدق مع مين؟ هي مش العبادة ثلاث محاور ولا محور واحد؟ العبادة، والحمد لله الذي جعل العبادة ثلاث محاور، ده فضل ربنا، ما جعلش العبادة بيننا وبين ربنا. يعني لو دارت محاور العبادة على محور واحد لقل الأجر، لقل الأجر. لكن العبادة على ثلاث محاور، بينك وبين الله، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين الايه؟ الناس. فإذا انتظمت المحاور كلها فسمى الإيمان. واحد عايز يمشي في السوق في الطريق برجل واحدة ويحارب الناس بإيد واحدة، يصح هذا؟ فالذي يصدق الناس ولا يصدق الله، مثاله كرجل بيستعمل ايه؟ إيد واحدة وبيهمل الايه؟ التاني، أو بيمشي برجله وبيهمل الايه؟ هل يستقيم مشيه؟ هل يستقيم مشيه؟ لا. يبقى لابد قبل الصدق مع الناس، او الصدق مع الناس مسبوق في الحقيقة ان كان صادقا بالصدق مع مين؟ مع الله. فمن لم يصدق الله لا يصدق الناس ولو ادعاه، ولو ادعى ان هو ايه بيصدق. ان من لم يصدق الله فليس بصادق في قوله بصدق الايه؟ ان وان رأوا منه الناس صدق لكنه الاستدراج. يريد ربنا ان تسير حياة الناس على بقاء بعض المعاني الحسنة وبعض الأخلاق الحميدة، والدنيا مش هيكون لها قيام حتى تسود في الدنيا، حتى تسود فيها ايه؟
لا تقوم القيامة إلا على مين؟ إلا على مين؟ كما روينا من أحاديث متواترة، من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، لا تقوم الساعة إلا على مين؟ إلا على مين؟ على شرار الناس. يعني إيه شرار الناس؟ لا يصدقوا إذا حدث، ولا يؤدوا إذا ائتمنوا، ولا يفوا إذا وعدوا، ولا يكفون، ولا يحفظون، ولا يغضون. مش كده ولا إيه؟ ترى الناس ده الجاهلي في الجاهلية، الجاهلي في الجاهلية كان يغض طرفه. النهاردة حتى أهل الإسلام الواحد يتعجب، أين غض الطرف؟ ده الجاهلي، وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ده كان بيغض طرفه عن جارته. وكان لا يأبه أحدكم أن يجاور من جاور إن كان مجاوره غضيض البصر، إن كان مجاوره إيه؟ يغض بصره. النهارده لم نأمنش من البصر، فماذا وراء البصر؟ ومعظم النار من إيه؟ من النظر. يعني معظم النار والشرر من إيه؟ من النظر. فهذه مبادئ رعاية حقوق الناس، فإذا أداها واحد وأداها الآخرون فقد انتظمت محاسن أخلاق الناس، وبه تنتظم معايشهم. اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا عاهدتم، أدوا إذا ائتمنتم، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم. هذه المبادئ فعلا كما يقول، وإن كان أكثر من يستدل لا يدري أن الاستدلال مبتور، يعني كله يستدل بحديث عبادة، لكن بجملة الحمد لله أهل الحديث بجملة ما وقع لنا من شواهد الخبر وصحته ودلالة الأصول عليه. صح عندنا من يتقبل لي بست أتقبل له الإيه؟ أتقبل له بالجنة. إذا حدث فليصدق، وإذا ائتمن فليؤد، وإذا عاهد فلا يخن. واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وكان ابن لهيعة المصري رضي الله عنه، وإن رفع لكن أراه من كلامه يرفعه عن طريق عبد الرحمن بن حجيرة أكبر المصري إلى عبد الله بن عمرو بن العاص معلمنا، يعني معلم أهل مصر عبد الله بن عمرو بن الإيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص فاتح مصر رضي الله، ابن فاتح مصر، ابن فاتح، ابن فاتح مصر، ومعلم المصريين، أستاذنا الكبير، أستاذ محدثي أهل مصر، واللي تربى عليه تابع المصريين وأكابرهم، وربما روى عن عبد الله بن عمرو ما لا يروي سائر المدنيين كعطاء بن يسار وغير هؤلاء من المدنيين. إنما أهل مصر حفظوا عنه ما لا يحفظ عنه سائر أهل الأمصار وخاصة المدنيين. وتربى عليه تابع المصريين، فكانوا يروون عنه العجائب. حتى عندنا لما بنروي حديث البطاقة، حديث البطاقة يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، بنعتز ان احنا الى يومنا هذا بنسلسله عن طريق ايه؟ الرواية ايه؟ الرواية مين؟ المصري. مالكوا كده؟ انتوا مش عايزين تدخلوا في سلك محدثي مصر؟ انا النهاردة لحد النهاردة بيتصل بي طلبة من بقاع الدنيا وعايزين يسمعوا حديث المصريين، عايزين نسلسل لهم حديث المصريين عن حديث المشهور جدا. واستاذنا الكبير استاذ محدثي مصر ابو حمزه الكتاني، ابو حمزه الايه؟ الكناني، ابو حمزه الايه؟ ابو القاسم محمد ابن حمزه الكناني، صاحب الجزء المشهور بجزء الايه؟ جزء البطاقه، جزء البطاقه. حتى ابو الطاهر السلفي نفسه، ابو الطاهر السلفي ابن سلفة او احمد ابن محمد ابن ابراهيم ابن سلفة الاصبهاني السكندري، الايه الايه مالكوا كده يا من اسكندرية؟ احنا كنا نعقد مجالس الحديث عندنا هنا ويحضرها الالوف، يعني اهل اسكندرية لما كان ابو الطاهر السلفي كان مجرد يقال ابو الطاهر السلفي عقد مجلس للحديث، عقد مجلس للايه؟ للحديث بصغر الاسكندري، وكانت مجالسه تعقد اظن قريبا من مكتبة الاسكندرية. النهاردة مكتبة الاسكندرية ما شاء الله زرتها مرة ومش هزورها بعد كده، خلاص انا مش هزورها بعد كده، خلاص انتهت. وبقول انا فعلا مش هزورها،
وبقسم بيني وبين نفسي زرتها برضك في محفل علمي، واظن ان انا بشوف مكتبة اسكندرية ديت ممكن يجتمع فيها الامرين، العصرانية العلمانية الضاربة في اعماق توفير كل ما تصبو اليه النفس من الهدوء والسكينة والتكييف والراحة، ها اللي لا حدود لا، مع ان انا قاعد في راحة برضك بس مسجد وبتحدث فيه، ويقال ان الطلبة هيقول حدثنا الشيخ ووصل لنا الحديث وشيء من هذا القبيل. تمام؟ كان ابو الطاهر السلفي قريبا من مكتبة الاسكندرية، اراه بالحي الذي يسمى النهاردة حي الايه؟ ها؟ الانفوسي مثل، اللي مات فيه الامام الكبير العلم المرابط بصغر الاسكندرية القارئ المتقن الحجة العلامة، أروى الناس عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. مش في زاوية عندنا اسمها زاوية الإيه؟ زاوية الإيه؟ فين زاوية الأعرج دي؟ بحري. مين الأعرج ده؟ زعموا إن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج المقرئ المحدث اللغوي البياني البارع. كان قريب منه آثر أبو الطاهر السلفي أن تكون مجالس الحديث قريبة من مجالس الامام العلم الحجة الذي لم ينزل مصر مثله. ما نزلش مصر في زمن من الازمان مثل الاعرج. ما نزلش واحد من المقراء ولا من المحدثين ولا من البيانيين ولا من اللغويين ولا من ائمة الاصول كالامام الايه؟ عبد الرحمن بن هرمز الايه؟ مش عارف النهارده صار الزاوية دي اثر. هل حد يسمع عن الاعرج؟ الإمام الأعرج، ها اللي أنت تروي الخبر تقول مثل، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. مين الأعرج بقى ده؟ مين ده؟ أو ده الأعرج اللي نزل اسكندرية عن أبي هريرة رضي الله عنه، نحن الأولون، سمعت رسول الله يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وهذا يومهم الذي فرض عليهم ثم اختلف الناس فيه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا واليهود والنصارى بعد غد، يعني في فضل يوم الجمعة. هذا الأعرج اللي أنت تقول أصح أسانيد أبو هريرة مين؟ أبو الزناد أمير المؤمنين عبد الله بن زكوان المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز مولى الحارث بن ربيع المخزومي عن أبي هريرة. وبعدين ده مر علينا زمن من الأزمان، ما زالت اسكندرية مدينة العلم، مدينة القراء ومدينة المحدثين ومدينة الأصوليين، وكانت هي الطريق الفاصلة بين المغرب وبين المشرق. يعني أهل المغرب يجوا عايزين يعدوا على المشرق، أبو عمر بن عبد البر، القاضي عياض، هكذا كل الغرناطيين والإسباليين والقرطبيين يريدون أن يأتوا، فيمر بالاسكندرية في طريقهم الى الايه؟ لابد من معبر الاسكندرية عشان يمر الى المشرق، لابد ان يعبر بالايه؟ بالاسكندرية. ابى ابو الطاهر السلفي الا ان يكون مجلسه قريبا من مين؟ قريب من مين؟ من زاوية الاعرج اللي هي النهاردة زاوية بيسموها زاوية الايه؟ زاوية الاعرج. ابو الطاهر السلفي نفسه لما اراد ان يشرف السكندريين بأن يكون لهم ذكر في دنيا العلم والمحدثين نزل الإسكندرية ووضع كتابه المشهور بالمسلسلات البلدانية. إيه المسلسلات البلدانية؟ جرت العادة إن كل واحد في التصنيف يعمل حاجة زي الأربعين زي المسلسلات، يا إما أربعين يا إما إيه؟ يا مسلسلات. فعمل المسلسلات البلدانية، يقول هذا مسلسل بالسكندريين، هذا مسلسل بالدمشقيين، هذا مسلسل بالحمصيين، هذا مسلسل بأدق كمان دقائق البلدان، يعني مش القطر الكبير مثلا نقول الساميين مثلا، لا بأدق دقائق القطر. فينزل مصر يقول مسلسل بالسكندريين، مسلسل بالتنيسيين، تنيس بمصر طبعا، مسلسل بالدمياطيين. مش عارف النهارده طلبة العلم تعرف المسلسل بالدمياطي شرف الدين الدمياطي ومسلسله، مش مسلسل اذاعي لا ده مسلسل، يعني الراوي يروي كده سكندري يروي عن سكندري عن سكندري ويقول الرواية، مع ان طبعا يندر ان يكون النبي ايه؟
سكندري؟ لا، يعني اعني ان تنتهي سلسله النسب الى سكندري. فمن نزل مثل اسكندريه من الصحابه؟ ابو هريره. نزل اسكندريه من الصحابه مين؟ ابو هريره، سهل بن سعد الساعدي، ابو سعيد الخدري، كل دول نزلوا ايه؟ نزلوا اسكندريه. ومنهم من نزل كنيس، ها، ومنهم من نزل كفر كذا وكفر كذا. ولما تسمع ترجمه الذين غزوا مصر ونزلوا مصر وفتحوها، تسمع عن امامنا الكبير عقبه بن عامر الجهني، تسمع عن ابي ريحانه شمعون المصري، مصري ابو ريحانه الايه؟ ها، ابو ريحانه الايه؟ شمعون الايه؟ ها، مصري. فابو ريحانه نزل كفر، كفر اسمه حاجه كده يعني زي ناحيه كفر الشيخ. ها، عقبه بن عامر نزل كفر اخر في الطريق الى فصاط، ما عايزين يفتحوا مصر ويأسسوا ما اسسه او عمرو بن العاص بمصر، فينزل فينتهز هناك اللقاء بعقبه، فيروي عنه جماعه من الكفراويه، جماعه من الايه، فينتشر عنهم الروايه، فيقول هذا مسلسل بالايه؟ بالكفراويه. مش عارف هل اخواننا من الشيوخ بكفر الشيخ يحفظوا مسلسل كفري شيخي؟ ما عرفش، لكن احنا اسكندريه بنحتفظ بهذه المسلسلات. ونقول روى لنا من مسلسلات السكندريين ابو الطاهر السلفي، ها، ابو الطاهر الايه، ويروي باسناد فعلا سكندري. سكندري لاراده ان يعلو اهل البلد في الذكر خلال كتب التاريخ. مش عيب النهارده ان احنا في تاريخ حلب، تاريخ دمشق، تاريخ المشهور الكبير قوي، اعظم مؤلفات الخطيب البغدادي، ها، تاريخ بغداد، ها، واللي شهر بغداد اكثر من شهره بغداد نفسها. الى يومنا هذا يقرا تاريخ بغداد ويتردى على الامام ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب الايه؟ ها، الخطيب البغدادي. لذلك حتى لما نذكره نقول الخطيب البغدادي الذي اشتهرت بغداد بوضعه لكتاب اسمه ايه؟ تاريخ بغداد. ابن عساكر الدمشقي حط كتاب اسمه تاريخ ايه؟ دمشق. ها، تاريخ حلب، تاريخ اوسط، تاريخ قزوين، القزويني وضع كتاب اسمه تاريخ ايه؟ قزوين. تاريخ الاسكندريه، تاريخ الايه؟ الاسكندريه الحافل. والى يومنا هذا ينبغي ان نصنف في تاريخ الاسكندريه الحافل، وما زال العلماء الى يومنا هذا موصيله الذكر لاسلافها بالاسلاف. قراء السكندريين مشهورين جدا في العالم، محدثين الاسكندريه مشهورين جدا في العالم، وهكذا. فالذي دفعنا الى هذا ان حتى مسلسل المصري المشهور بروايه المصريين من طريق ابي القاسم حمزه بن محمد الكناني المصري، ووضع الكتاب اصلا لهذا الحديث المسلسل بالمصريين وسماه جزء البطاقه، على ان جزء البطاقه انما احتوى حديث البطاقه فقط. ها، فتخرج له بطاقه مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفه وتوضع السجلات في كفه، فتطيش الايه؟ طاشت السجلات كلها ورجحت، يبقى سموه حديث البطاقه الراجحه، سموه حديث الايه؟ البطاقه الراجحه. وانا ليه عملت فيه مصنف اسمه تخريج حديث البطاقه الراجحه، تخريج حديث البطاقه، وذكرت فيه اسنادنا الى عبد الله بن عمرو مسلسل بالمصريين، من باب العزه، من باب العزه بالانتماء الى اهل الايه؟ الاسكندريه، بالانتماء الى اهل جرت هكذا العاده على تخليد ذكرى علمائنا واسلافنا عن طريق المؤلفات. فما دام يقرا هذا المؤلف النهارده، لو اتوا على بغداد، لو اتوا على بغداد حتى اجتثوها من جذورها واصولها، ما زالت ذكرى بغداد خالده، ذكرى بغداد ايه؟ خالده. خالده ليه؟ لوجود هذه المؤلفات التي تكلمت عن ايه؟ عن علماء بغداد، عن علماء وجامع بغداد الكبير المشهور، والذي كان تفتح له ابوابه حتى يختلط طريق المسجد بالبيوتات المجاوره، في مجلس الامام ابو مسلم الكجي، ابراهيم ابن احمد ابن ماعز المعروف بابي مسلم الكجي. لما نزل البصره، بصري، لما كان مقيما بالبصره كان يحضر مجلسه قريب من 20,000، ما تزيدش عن 20,000، قريب من 20,000. لما زار بغداد وقدم عليها القدم الأولى،
قدمته الأولى على بغداد، امتلأت طرقات مسجد بغداد وطرقاته، فحذروا المستملي الذي يملي الحديث، المستملين الذين يملون حديث أبو مسلم الكجي، وكان عالي الإسناد جدا. وأنا بقول لو وصل إلينا مسند أبو مسلم الكجي، لو وصل إلينا مسند أبو مسلم الكجي لكفانا عن كثير من كتب السنة، لكفانا عن كثير. أعظم مسند وضع في الدنيا مسند أبو مسلم الكجي، مع ارتفاع أسانيده حتى بلغت به ثلاثيات ليست عند البخاري. يعني أبو مسلم الكجي روى ثلاثيات عن حميد الطويل عن أنس لم يروها البخاري، وروى ثلاثيات كثيرة كثيرة جدا لم يرويها غير ممن يروي الثلاثيات، ارتفع اسناده. فلما نزل بغداد، وده من باب تخليد ذكرى بغداد، ذكرى بغداد، نزل حذروا من يملي في المجلس، يعني بيسمع الخبر ويبلغه للبعداء من الناس. فوجد ان من كان يملي، من كان يملي ألف مستملي، ألف مستملي. طب الحاضرين قد ايه بقى؟ ده ألف مستملي، يعني الذي يبلغ قراءة الشيخ إلى الذين ليسوا بقريب من ده ألف. فما ظنك بمن حضروا هذا المجلس؟ حضروا عدد من حضر مجلس أبو مسلم لما نزل بغداد، فإذا غم 40,000، يعني ضعف ما كان مع انه هو مشهور بين فين؟ في البصرة. وقالوا لما ينزل بغداد ربما لا يقبل عليه اهل بغداد، فاذا من حضر مجلسه 40,000، واذا من يملي حديثه على الناس 1,000 مستملي، 1,000. يعني لما انت تيجي تصلي بقول اللي بيبلغ ايه؟ واحد. ده لما كان يقرأ كان يبلغ قراءة أبو مسلم الكجي 1,000 من أهل الإملاء، الاستملاء، المستملي، وحضر مجلسه 40,000. أراد أبو الطاهر السلفي لما نزل مصر أن يحرز مثل هذا العدد، فخزله أهل مصر. خزلوا أهل مصر، فإذا من حضر مجلسه لم يزد على 10,000. مش عارف أهل اسكندرية كانوا بيعملوا فيها، على أن 10,000 ياما برضك. يعني أبو الطاهر السلفي في القرن السادس الهجري كن يبلغ مثلا من حضر مجلسه 10,000، ليس بالأمر الهين، ممكن تكون الظروف السياسية كانت منع من الحضور، لكن 10,000 كويسين. لكن أراد أن يكون مجلسه عامر، وكان يستذكر دائما أعظم مجلس للإملاء، على أن مجلس البخاري نفسه، مجلس البخاري نفسه لما كان يجلس لم يبلغ هذا العدد، ما بلغش 40,000. أعظم مجلس من مجالس سماع الحديث كان يحدث كما يقولون لإمام الدنيا محدث البصرة وكبرها، بل أنا كنت أقول عليه هو جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم فعلا، أبو مسلم الجاي. 40,000 لما نزل بغداد، في القدمة الثانية حذروا العدد، فإذا هو يزيد يسيرا على 40,000. فما زال الناس يحبون مين؟ ها، ما زال الناس يحبون، ها، يحبون. هذه لم تحدث إلا في جنازة إمام الأئمة أحمد بن إيه؟ ابن حنبل، زادت على 40,000، بس كانت جنازة ولم يكن مجلس إيه؟ سماع. لكن مجلس سماع لم يحدث لأحد في الدنيا كما حدث لمين؟ للكجي، أبو مسلم الإيه؟ الكجي. فهل تعود لنا مجالس العلم الذي كانت على أزمنة محدثينا البصريين والبغداديين والسكندريين والسكندريين؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن تعود لنا أيام أبو الطاهر السلفي، وقراء القرآن يكونوا كالأعرج رضي الله عن أسلافنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لعروسي اليوم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير وصب عليهما الخير صبا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم آباؤنا وأسلافنا وأجدادنا لا الفراعنة،
ولا الملوك العظام، ولكن أجدادنا هم أبو مسلم الكرجي وابن حنبل والإمام مسلم والإمام البخاري. هؤلاء هم من ننتسب إليهم ونتعلم منهم ونستظل وندعو الله عز وجل أن يظلنا وإياهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. طبعا سمعنا من شوية العريس وهو بيقول صيغة الإشهار في العقد، يعني ربنا يكون في عونه، كان مسكين جدا كان بيتكلم بصعوبة، فيعني هنعفيه من استدراجه إلى حوار ونستأذن بطل أو الشخصية التي تجمع بين الفرحين، هذا الفرح والفرح الذي سبقه بثلاثة أسابيع، الدكتور فاروق شحاتة، نستأذنه في سؤالين يسيرين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أخوكم في الله فاروق شحات علي. بس كفاية. الدكتور الصيدلي فاروق شحات. طبعا أبو العروستين سمية وخديجة. طيب السؤال الأولاني، يعني الشيخ مخافش من الحسد، يعني هو يجوز، مش الحسد العين، يجوز بنتين في شهر واحد؟ والله إحنا معوزينهم يعني الحمد لله. يعني الشيخ متحصل إن شاء الله وحافظ على الأذكار، وإن شاء الله تكون الأسرة أسرة مباركة وجميعنا تحافظ على أذكار الصباح والمساء بإذن الله. طيب ما الذي دعاك إلى تزويج العريسين وهم يعني لسه شباب في الجامعة أو أوشكوا ينتهوا من الجامعة؟ والله هو الأصل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإحنا عملنا بمقتضى هذا الحديث، فإحنا اللي بندور على المال ولا المنصب. الله يبارك. طب الشيخ لسه عنده عروسه ثالثه؟ في واحده ثالثه بس بقى صغيره، عايز عريس صغير. العروسه الثالثه في سنه خمسه، يعني اكبر من السيده عائشه. تقبل الله منا ومنكم وبارك الله لهما يا رب. مش عارف دي بقى محتاجه حد دارس في الرجال. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.